اهلا بكم من جديد مشاهدينا ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الحكم وسوء التوفيق يهديان الوداد المغربي، تعادل ايجابي 1-1 على ملعب برج العرب امام النادي الاهلي. لماذا فملك تسيمبا حكم الاثيوبي، لماذا هو حكم لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ ما هي الامكانيات الفذة لهذا الحكم حتى يسند له هذه المباراه؟ لماذا حكم من اثيوبيا؟ والكل يعلم ان العلاقات ما بين مصر واثيوبيا غير جيده في الفتره اللي فاتت، خاصه كل يعلم ما هي تداعيات سد النهضه والى اخره. فليه الاتحاد الافريقي يذهب الى الشكوك؟ لماذا يذهب الى حكام عليهم علامات استفهام كبيره، خاصه ان انت بتحكم فاينل اكبر بطوله داخل القاره بعد كاس الامم الافريقيه؟ لو حضراتكم تتذكروا بدايه استاد الاهلي تحدثت عن التحكيم، تحدثت عن الحكم، وتحدثت عن ان النادي الاهلي مش عايز حكم يكون متحيز، ولكن عايز حكم فير. ضربه جزاء واضحه لكل من لا يرى لوليد ازارو يتم التغاضي عنها، ويتم التغاضي تماما وتتحكم في مسيره اللقاء. كل الحكام، كابتن جمال غندور واحد من افضل من انجبت يعني في التحكيم، ظاهره تحكيميه ذهبت الى المونديال، الحكم الوحيد اللي حكم في دوره كاس الامم الاوروبيه اليورو، الحكم الوحيد اللي بره اوروبا حكم في اوروبا، قال لك ضربه جزاء صحيحه 100% واضحه زي الشمس، ولكن يبدو ان الشمس لم تكن في انظار الحكم بملاك تسيمبا، وتغاضى على الرغم من وجوده قريب جدا من الواقعه، ولكن ولا هو ولا المساعد شافوها على الرغم من الملايين عبر الاثير، الكل كان يشاهد ضربه الجزاء الواضحه. نتحدث عن التحكيم لان التحكيم اثر في نتيجه المباراه. انت بتلعب فاينل، الفاينل دائما ما بيكونش فيه هيفي سكور، ما بيكونش فيه الكوره مفتوحه. تحدثت بصفه شخصيه عن حسين عموتة المدير الفني للوداد المغربي والطريقه الايطاليه والكاتاناتشو، كما تحدث كابتن احمد الطيب عن هذه الطريقه والطريقه الدفاعيه للوداد مش هيدي للنادي الاهلي المساحات. على الرغم من ذلك النادي الاهلي كان افضل، النادي الاهلي ذهب الى المرمى كثيرا، هدف ولا اجمل من اجمل الاهداف اللي شاهدناها في تاريخ دوري ابطال افريقيا لمؤمن زكريا في بدايه المباراه. نادي الاهلي سيطر واستحوذ، ولكن يبدو ان مش بس اداء النادي الاهلي اللي هيوصله الى المرمى، ولكن حتى ضربات الجزاء اللي موجوده للنادي الاهلي. كابتن حسام البدري في تحدثت مع حضراتكم في بدايه فتره استاد الاهلي كان في تحديد لمين اللي هيشوط ضربات الجزاء، لانه كان حاسس ان من الطريقه الدفاعيه البحته لفريق الوداد مهاجميه وخاصة أزارو قادر على الحصول على ضربة جزاء، لأنه بيعافر في كل كرة، لأنه خفيف الحركة، لأنه بيتحرك وبيخش في كل كرة، فكرة بسيطة جدا بين زي الشمس، بين زي الشمس، أي حكم مبتدئ، أي حكم في دوري مدارس هيحسبها ضربة جزاء، ولكن فملاك سيمبا قال لك لا، دي مش ضربة جزاء، ويبدو أن سيناريو العرجون في 2007 سيتكرر مرة أخرى، ولكن هذه المرة مش في استاد القاهرة ولكن في ملعب برج العرب. في شائعات كتير قوي صراحة كانت تحيط بهذا اللقاء، والصراحة الواحد مش عارف ليه في هذا النادي الأهلي بيلعب باسم مصر، النادي الأهلي بيلعب في أفضل بطولة على الصعيد القاري بالنسبة للأندية، بطولة دوري أبطال أفريقيا تشامبيونز ليج، هي أفضل بطولة على مستوى القارة مرة تانية هقول لحضراتكم بعد كأس الأمم الأفريقية. لماذا هذه الشائعات؟ جو بدل كنت برضو بقول لحضراتكم ناس بتشتغل على الانتخابات وسايبه فرقه الكوره، ناس بتشتغل وتدي ساعه ونص وساعتين للانتخابات وتدي 5 دقائق لفرقه كوره بتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا. البطوله بالنسبه للجمهور افضل من اي شيء، نادي الاهلي وجمهوره اللي شفناه، جمهور النادي الاهلي العظيم الصراحه، الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه على جمهور النادي الاهلي، الواحد بيتعلم من جمهور النادي الاهلي يعني ايه حب ويعني ايه انتماء، يعني ايه ازاي اعازر فرقتي لاخر نفس. هدف الوداد احرزه اللاعب بن شرقيه، وقلنا ان الجبهه اليمنى لفريق الوداد هي الافضل، ولم يسجلوا الا من عرضيات عن الجبهه اليمنى وسجلوا الهدف، وفي خطا دفاعي يتكرر في دفاعات النادي الاهلي ويجب عليهم الحذر، سعد سمير يجب ان يحذر من الكرات العرضيه، خاصة ان مش اول هدف يجي مرمانا بهذا الشكل، ولكن يبدو اني غير ما يحدث في الملعب في شائعات، يعني حد يتحدث عن مدير فني ذاهب لنهائي دوري ابطال افريقيا بيقود فريق بيمثل الكرة المصرية، مش بس بيمثل نفسه، النادي الاهلي
عنده قاعدة جماهيرية كبيرة بسم الله ما شاء الله، ولكن بيمثل الكرة المصرية ككل، الفريق الأوحد اللي بيلعب في دوري أبطال أفريقيا يوصل إلى النهائي وتلاقي إشاعات لوفاة بنته. مفيش أي حد في العالم لو جبت حتى تمثال وسمع هذه الشائعة أكيد هيتأثر. ده كل هذه أمور غريبة وغير منطقية، وأبرزها لماذا يتم انتقاء هذا الحكم؟ لماذا في هذا التوقيت يطلع الشائعات؟ ليه الناس اللي حابة ان النادي الاهلي يبعد عن البطولة؟ ليه النادي الاهلي قادر على ان هو يسعد جماهيره؟ ادي الحكم امامكم بطل مشهد اللقاء، صراحة هو خطف كل الانظار من كل الناس، كلها شايفة النادي الاهلي كان مسيطر، النادي الاهلي اضاع العديد من الفرص وسوء التوفيق، شفنا كرة حتى ازاره في بداية اللقاء، كان من الممكن انها تغير مسار المباراة تماما، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن في ايجابيات كتيرة جدا غير السلبيات اللي انا قلتها لحضراتكم، في ايجابيات كثيره جدا. النادي الاهلي كان يصل الى مرمى الوداد وده مؤشر جيد، النادي الاهلي استحوذ كثيرا وكان بيحاول الاختراق كثيرا وده شيء ايجابي جدا، حتى التبديلات كانت لها دور فعال سواء بنزول حمودي او بنزول عماد متعب. وليد سليمان وسوء التوفيق اللي بقول لحضراتكم ان انا لاعب بقيمه وليد سليمان، واحد من اللعيبه اللي تقدر تصنع الفارق، ولكن سبحان الله يصاب في بعد نزوله ما فيش يعني 10 دقائق ويتم اصابته ويتم استبداله من جديد. كل هذه العوامل كانت ضد النادي الاهلي، النادي الاهلي كان يلعب ضد الحكم، كان يلعب ضد فريق الوداد القوي اللي قلت لحضراتكم وكررتها كثيرا، ويمكن قلت لحضراتكم في بدايه استاد الاهلي هذه المباراه على شوطين، شوط في القاهره وشوط في ملعب الملك محمد السادس في المغرب، وكل ده لازم حضراتكم تحطوه في اطار ان هذه المباراه على شوطين، كررتها كتير وقلت لحضراتكم ما تملوش من هذه الجمله لان الكابتن حسام البدري كررها كثيرا في مؤتمره الصحفي وكررها كثيرا في تصريحاته ان المباراه دائما على شوطين، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ادي النادي الاهلي يواجه حكم لا نعلم لماذا يتم اختياره، يواجه فريق الوداد المغربي بالطريقة الإيطالية لحسين عمتة. على فكرة الوداد لم يذهب كثيرا إلى مرمى النادي الأهلي، ولكن حينما ذهب سجل، وده كان الوداد موفقا في هذا اللقاء. ولكن مرة تانية بنشكر كل الجمهور الأهلوية اللي بجد اللي وقفت في ملعب برج العرب، اللي سندت النادي الأهلي لآخر دقيقة حتى بعد ما انتهى اللقاء. شوفوا نداء جمهور النادي الاهلي على لعيبته، تعرف يعني ايه معنى جمهور النادي الاهلي، يعني ايه اعظم جمهور في العالم، يعني ايه اعظم جمهور بيشجع اعظم نادي في الكون النادي الاهلي. علمنا ان مفيش مستحيل، وان شاء الله يكون قادر على العوده مره ثانيه في المغرب واعطاء درس للجميع في قد ايه ان مفيش مستحيل. الكفاح والرجوله وروح الفانله الحمراء شيء لا نفقده ابدا، محتاجين هذا الشعار مره ثانيه في ملعب محمد الخامس في المغرب. واتمنى من وسائل الاعلام بدل ما تبتدي تتحدث على الانتخابات، الان واجب علينا الكل يجب ان يلتف حول شعار النادي الاهلي، النادي الاهلي يمثل الكره المصريه، يمثل اكثر من 100 مليون مصري بيحتاج الى الفوز بدوري ابطال افريقيا، مش بس عشان النادي الاهلي، عشان مصر كلها. جمهور النادي الاهلي لا يرضى الا بمهر السيده السمراء وهي عرش القاره الافريقيه، التاسعة باذن الله تكون للنادي الاهلي وكل الجمهور العظيم اللي كان موجود، ونشكره مره ثانيه وارجو من الجميع ان يلتف حول شعار الاهلي فوق الجميع، وان شاء الله دائما وابدا الاهلي فوق الجميع. ولكل مروج الاشاعات ولكل من هو الان سعيد بما حدث، الأهلي قادر على التعويض بإذن الله في المغرب. أطلع فاصل واستقبل ضيفي الكبير الناقد الرياضي الأستاذ خالد العشري. برحب بحضراتكم مرة تانية واستقبل الناقد الرياضي الكبير أستاذ خالد العشري. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا بك يا أستاذ محمد وبالسادة مشاهدي قناة النادي الأهلي، نقول مساء الخير عليكم وإن شاء الله عايزين ابتسامة بإذن الله، يبقى أكون في ابتسامة. صراحة مخرج اللقاء وإحنا داخلين جاب خلفية كابتن حسام البدري ودوري أبطال أفريقيا، وصراحة مرة تانية بشكر كابتن حسام البدري، مثال لأي واحد يبين قد ايه هو بيحب النادي الاهلي. الصراحه في هذه الظروف وبهذه الشائعات وانه يقود لقاء النهائي ويلعب بهذا الاداء شيء يحسب ليه.
هو ده حب النادي الاهلي، هم دول ابناء النادي الاهلي بجد. مره ثانيه كل الشكر كل التقدير، وبنتعلم منك يا كابتن حسام البدري غير في فنياتك، في ادبك وفي اخلاقك وفي انتمائك للنادي الاهلي، هذا هو ابن النادي الاهلي بجد. استاذ خالد، كيف رايت المباراه؟ كيف رايت ما حول المباراه من شائعات؟ كابتن حسام البدري الصراحه شيء يحسب له قيادته الفنيه لهذا اللقاء على الرغم من الظروف اللي كانت تحيط. طيب هكرر لك ثاني، يعني ابتسم، انت مع البطل، انت مع البطل، لانه النادي الاهلي سواء خد البطوله دي او ما خدهاش النادي الاهلي بطل. يعني هذه البطوله لن تقدم ولن تؤخر في اسم وقيمه وقدر النادي الاهلي. النادي الاهلي هو البطل. انت بتقول حسام البدري وهو ده حب النادي الاهلي او الانتماء؟ لا بالعكس، ده هو ده الانتماء للناس اللي عندها دم او عندها احساس، او دايما انا اقول اللفظ ده، اللي عندها دم، اللي عنده وعي، اللي عنده احساس بالمسؤوليه. كان ممكن يسافر، كانش حد يقول له اي حاجه، لن يعتب عليه احد. كان ممكن يسافر اول ما عرف الخبر، وكان ممكن يسافر اول ما سمع الشائعه، لكن احساسه بالمسؤوليه واحساسه بانه شايل مسؤوليه الملايين خلاه يركن بنته على جنب مؤقتا. ومن المؤكد اي انسان طبيعي اذا ما حسش ان الراجل ده بيتالم فده واحد ما عندوش دم ولا عنده احساس. فحسام البدري احنا بنثني عليه وبنشكره على هذه التضحيه الغاليه، وبنقول له ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك عليها. نوع المكافاه او شكل المكافاه مش لازم اربطه بوعي انا او باختياراتي انا، مش بالضروره ان المكافاه تكون ناخد البطوله، لا، في حاجات كتير ولسه في حاجات كتير جايه. يعني احنا دايما بس بنبص تحت رجلينا يا محمد، بيتقالنا ان البطوله ديت نهايه المطاف، نهايه العالم، او هي المحطمه او المدغدغه. انا لسه ليه عندي طموح ولسه عندي امال. انا بتكلم ايه ليه؟ لان انا مش عايز، انا ما احبش دايما، يعني انا عندي امل وعندي طموح، بس انا بسميه امل، بسميه طموح، ما بسميهوش نتيجه نهائيه، اللي دايما الناس تحب انها تهيئ نفسها لجميع الاوضاع. مش عايز الاهلي يدفع محمد ضريبه انه بطل بيصنع ما لا يصنعه غيره. ما يدفعش ضريبه انه دائما وابدا بيحقق المستحيل او بيصنع الاعجاز او المعجزه، ما ينفعش، عشان النادي الاهلي عودنا انه ينتزع المجد او اللقب او يصعد لمنصه التتويج في توقيتات لا يستطيع غيره انه يصنعها، او ما انا اجبره على انه يكرر ده مره واثنين وعشرة وعشرين. استاذ خالد، النهارده النادي الاهلي كان يلعب ضد الحكم وضد فريق الوداد، واحنا معنا على الهاتف الاستاذ راجح ممدوح الناقد الرياضي بمجله اكتوبر، ولديها الكثير عن كواليس اداره هذا الحكم الاثيوبي باملاك تسيمبا اللي عليه علامات استفهام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير محمد، مساء الخير على الاستاذ خالد. طبعا اهلا بيك. طبعا حظ اوفر للنادي الاهلي في ان شاء الله في المباراه ان شاء الله باذن الله. عايز اسال حضرتك، لماذا تم اختيار هذا الحكم تحديدا على الرغم من ان سي فيه ليس هو بالامكانيات الفاضه اللي ياخذ بيها انه يسند اليه لقاء نهائي دوري ابطال افريقيا؟ بص يا استاذ محمد، هو الحكم الاثيوبي بملاك فيما ده ما كانش اصلا محطوط في الحسبان من البدايه. ايدي ماير رئيس لجنه حكام الاتحاد الافريقي حط حكم على غير مستوى الحدث. كان من المحطوط الحكم الجابوني اريك كاستان. اريك اتوجو كاستان ده كان هو المعين للمباراه. في ما بين عشيه وضحاها لقينا، يعني انا كان في امتحان الاتحاد الافريقي في لجنه الحكام، هو الموريشيوس ليكن شونج طبعا الحكم الدولي الكبير. نعم. هي رئيس اللجنه. قال لك احنا مرشحين نهائي الحكم الجابوني. ثاني يوم لقيت الحكم الاثيوبي، طبعا انا الحكم ده معروف ومشهور في ما بين حكام افريقيا كلها. يعني نوع يعني ايه يعني يعني متهور، مش متزن في قراراته، دايما قراراته غريبه، يعني ما حدش اتوقع ان ده يحكم ذهاب نهائي ابدا. يعني انا عرفت من جوه الاتحاد الافريقي ان الحكم اتغير، واتغير بالاثيوبي ده. نعم. بملاك سيما. يعني انا بقول للجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، انت بتلعبي جيم خسران. انت بتلعبي جيم خسران مع النادي الاهلي ومصر وجمهور مصر وجمهور النادي الاهلي. الحكم ده على غير مستوى المباراه يا استاذ محمد واستاذ خالد، ان كنتوا طبعا تتفقوا معايا في الموضوع ده، ان الحادث اكبر منه. ده باين، هي ضربه الجزاء واضحه زي الشمس، وحتى الهدف الاولاني دخل معانا هنا في استاد الاهلي كابتن جمال غندور
واحد من الحكام اللي حكمت في المونديال ورئيس لجنه حكام قبل كده في الامارات وفي مصر، وواحد من اللي نهض بالتحكيم في الدول العربيه، لاعب امم اوروبيه كابتن ناصر صادق، ناس كبار، ناس يعني من الناس الخبراء اللي بيحضروا في التحكيم. واجمعوا استاذ خالد كمان يخش معانا في الحوار، اجمعوا لانها ضربه جزاء واضحه كالشمس، وحتى الهدف الاولاني للوداد فاول لوليد ازار. هو ما فيش شك انه حكم مش مريح، يعني احنا بنتفرج وحكم مش مريح. وانت راجل استاذنا، الله يخليك، تتخيل ان الحكم الاثيوبي اصلا ما كانش في دماغه انه يحكم الماتش ده؟ يعني الراجل ده جه من الدار للنار، يعني الاهلي بيتعاقب من قبل لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي الحكم ده. انا ده اللي يعني ده التصريح الامثل للي حصل، ان جون يتحسب جول وهي فاول اصلا، وضربه جزاء يشوفها لعمه يشوفها، كل الناس اتفقت عليها ضربه جزاء. يا استاذ خالد، يا استاذ محمد، الاهلي كان يحاك ضده مؤامره قبل مباراه الذهاب. انا بقول لك اهو ليه يا استاذ راجع، هل مش عايزين النادي الاهلي يكمل بقى انه ياخد التسعه يعني؟ والله هم بص يا استاذ محمد، انا وصل لي من الاتحاد الافريقي ان الحكم اتغير بفعل فاعل. الحكم تم تغييره بفعل فاعل، والفاعل معلوم على فكره، مش مجهول زي ما احنا بنتكلم في اللغه العربيه، لا، الفاعل معلوم. ومين الفاعل فعلا؟ هو ايدي ماييه. ادي ماييه. هو ايدي ماييه. طبعا رئيس لجنه الحكام اللي هو من دوله سيشل. هو له شواهد حتى مع الكره المصريه ادي ماييه يعني. يا فندم انت بتجيب حكم اصلا لا يرتقي وليس له تاريخ في النهائيات. ليس له تاريخ في اداره النهائيات. ازاي تسند لمباراه جامده زي دي؟ انت غيرت يعني انت يا لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي غيرت الحكم الجابوني ليه؟ حكم نخبه، حكم ادار نهائيات، حكم ليه تاريخ. يا فندم ده حاطين بكاري جسامه اللي حكم لها ماتش الكونغو ومن افضل حكام افريقيا ومن حكام النخبه، حاطينه لنا في ماتش الاياب. طبعا. طب يعني عايزين حكم بنفس مستوى بكاري جسامه. لا انا لا اشك في بكاري جسامه. لا انا بتكلم ان كنا عايزين يا فندم يا استاذ راجع، ثانيه واحده، افهمني بس انا كنت بقصد ايه؟ ان انت اديت الاياب لحكم بقيمه بكاري جسامه، ادي الذهاب لحكم بنفس القيمه. يا فندم ده في مصيبه انت يعني لا يعلمها البعض، ان بكاري جسامه هيحكم ماتش الاهلي والوداد في المغرب، وبعدها بست ايام هيحكم المغرب وكوت ديفوار. يعني انت شايف انا اقصد ايه؟ يعني ازاي تحط حكم يحكم نهائي في المغرب، في قلب المغرب، ما بين الاهلي والوداد، وبعد خمس ست ايام هيحكم ماتش؟ في علامات استفهام كثيره جدا في اختيارات الاتحاد الافريقي. يا استاذ محمد دعني اقول لك ان لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بتلعب لعبه مكشوفه جدا مع الاهلي. انا بقول اهو، بتلعب لعبه مكشوفه. بكاري جسامه مع احترامي ليه مستوى جامد جدا، حكم ممتاز جدا، شفناه هنا في برج العرب في ماتش الكونغو حاجه هايله جدا وصارم جدا، بس انا احطه في ماتش الاهلي والوداد وبعد خمس ايام يحكم المغرب وكوت ديفوار؟ لا. علامات استفهام في منتهى الاهميه. توجه اللوم على لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي انها حاطه الحكم الرابع يا فندم اللي هو ادار مباراه الترجي، هو حكم جامد جدا اسمه اليوم نيام. المباراه اللي فزنا فيها 2-1. نعم. في تونس. ده رابع لحكم ضعيف الشخصيه زي بملاك تسيمه ده. يعني ده حكم بصراحه لا يرتقي انه مش يحكم في نهائي، لا ده ما يحكمش في دور ال 16 اصلا. استاذ رجح ممدوح صراحه يعني مداخله في منتهى الاهميه وتوضيح في منتهى الاهميه لاختيارات الاتحاد الافريقي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويبدو ان الامور بتتكشف يا استاذ خالد صراحه في لغط كبير جدا. ايه رايك لو نقفل ملف الحكم خالص ونسيبنا من الحكم نركز في الفرقه؟ ليه بقى؟ لانه بعيدا عن النوايا، احنا أخطاء التحكيم مسيطرة على كرة القدم في العالم كله. ليل نهار. طبعًا أنت متابع جيد، محلي وأوروبي وأمريكي وكل حاجة يعني. ما فيش حد بيفلت من أخطاء التحكيم. وما فيش حد بيستفيد، ما بيستفدش من أخطاء التحكيم. خلينا نبعد عن النوايا. بس يا فندم برضه يعني آسف، أنا بالنسبة لي كنادي أهلي وفي فاينل لقاء نهائي لازم يكون في يعني مثلًا هندي استشهاد مثلًا دوري أبطال أوروبا.
لما بيجي حكم يدير نهائي دوري ابطال اوروبا بتشوف سي في يديله الحق انه يدير هذه البطوله الاكبر على مستوى الانديه بالنسبه لاوروبا. انا معاك. فهو علامات استفهام وما شاهدناه من الحكم تمام. صراحه في الهدف الاولاني لفريق الوداد وايضا في ضربه الجزاء اللي واضحه للشمس هي علامات استفهام. خليني اقول لك احنا بنتفرج على نهائيات اوروبيه يعني رفيعه المستوى وحكام بيتم اختيارهم زي ما انت بتقول، بنشوف غلطات ولا بنشوفش غلطات؟ بنشوف، لكن ليه احط نفسي اصلا في الشكوك يا فندم؟ انا عايز انا بقصد اقول ايه يا محمد، انا مش عايز اشغل نفسي، انا النادي الاهلي مش عايز كل شويه اشغل نفسي بالفرعيه دي. انا عايز اشغل نفسي بايه؟ ان انا النهارده 45 دقيقه بتوع الشوط الثاني انا حاطط لعيبه الوداد في ال 18 زي ما انت قلت في الانترو بتاعتك، راحوا مرتين، مره في الشوط الاول ليها جون ومره في الشوط الثاني مره واحده اللي انا برضه نفس القطعه والجون. انا ما عرفتش اجيب جون ليه؟ ده اللي انا لازم اتكلم فيه. انا حاطط فرقه في ال 18 وبوصل لحد 6 ياردات ومش عارف اسجل جون. انا لازم هنا ابدا اشتغل على ده يا محمد، اشغل نفسي لعيبتي بقى، لعيبه النادي الاهلي. انتوا ما كنتوش مركزين للدرجه دي؟ انتوا عاملين جيم هايل ممتع. انا وانا مستني الجون الثاني يدخل لقيت نفسي مبسوط، بقول للي حواليا يا جماعه الماتش حلو قوي، الاهلي بيلعب حلو قوي، فانا مبسوط. يعني انا شايف الاهلي بيلعب جيم هايل وضاغط، في حته توتر بقى في الاخر، في حته غياب التوفيق، في حته الاثاره، في حته انه ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى مأجل لنا الفرحه للحظات الاخيره، كانت ممكن هتيجي بالتصويه بتاعت عماد متعب. نعم. محدش يمكن في ال 45 دقيقه صوب بالدقه دي زي عماد ما عملها، انا مش بقصد اي حاجه، انا عايز اقول ممكن يكون عماد وهو نازل كان اهدى من الولاد اللي في الملعب. ليه؟ لان انت عارف، انت ابن ملعب برضو، عارف ان لما الوقت بيمر عليك وانت ضاغط والكره مش عايز تخش جون بتبقى عصبي شويه، تنشن شويه، وبعدين ايه دي من اليمين والشمال ومن العمق ومراوغات وجوه وبره وبساط، وهم انفرادات وكل شيء زي ما انت بتقول، الشبكه الايطاليه اللي عاملينها دي واجادوا فيها ونجحوا فيها. يعني في النهايه فريق الوداد نجح في ده، دي مش مشكله خالص على فكره. ما احنا مع ماتش الترجي هنا 2-2 والحكم برضه ضايقنا 2-2 هنا، عملنا ايه؟ كابتن حسام كالعاده قفل ملف الـ2-2 وبدا يركز في ماتش تاني خالص بفكر تاني خالص ورؤيه تانيه خالص وتكتيك تاني خالص واحساس ومشاعر، خد لعبته من عالم لعالم. النهارده مثلا، طب ما انت سيبك من الحكام، في ناس قالت لك اصل الاهلي كان متاثر بالسته. يا جماعه عشان الاهلي ما كسبش هنقعد نطلع حاجات مالهاش لازمه؟ مين اللي قال انه كان متاثر؟ لو متاثر ما كانش جاب جون في اول دقيقتين وما كانش ضغط الضغط ده، ما كانش جاب جون في الاول، كان نزل لعب على مهله، وما كانش ضغط الضغط لكن الرهيب ده. خلينا نعترف بقى بحاجتين كمان، لعيبه الاهلي فعلا محطوطه تحت ضغط غير عادي، الولاد مطالبين باستمرار ان هم يفوزوا في ماتشات يعني سخيفه جدا. المواجهات العربيه يا جماعه من اسخف المواجهات اللي بيقابلها اللعيب المصري، سخيفه من ناحيه القوه طبعا طبعا، قوه والالتحام وعدوات الملعب، انت فاهم يعني اللفظ بتاع الملعب والنديه، بنشوف حاجات غير عاديه. لا والنهارده برضو مسلسل السقوط شفناه من بدري قوي وتضييع الوقت كطريقه الطريقه اللي محدش يقدر ينكر فنيا كمان ان احنا عندنا غيابات ساعات بنتغلب عليها، لكن ده مش الاساس انك تفضل كل يوم تتغلب على نفس الغيابات او يعني اي فرقه في الدنيا محمد لما بتعرض لموقف تقاتل وتعديه. نعم. وتعديه مره او اتنين، لكن لما يبقى ده نفس السيناريو صعب جدا، صعب جدا نفسيا عليك. النهارده انت عندك اهم ورقتين بيلعبوا لك كصناع لعب، صالح جمعه وعبد الله السعيد. عبد الله كان مصاب قاعد نزل صالح. نعم. صالح اصيب وخرج، رجع عبد الله واحساسي انه مش واقف على رجله قوي، يعني عبد الله برده راجع من اصابه انا حاسس انه خايف مش قادر يقف. وليد سليمان واحد من اهم الاوراق وينزل ويتصاب يصاب ويخرج، طبعا بالاضافه لاصابه حسام عاشور غيابه. الله يا جماعه ثلاث اربع لعيبه في محور صعب جدا جدا، وكلهم لعيبه منتخب مصر يا كابتن، وهم لعيبه منتخب مصر، دول الاعمده الرئيسيه بتوع الفريق. يا جماعه على فكره احنا مش بنقدم مبررات، احنا بنشرح الاهلي مش محتاج مبررات بنقدمها له، لانه الاهلي بيحطم كل الثوابت وبيحطم كل ده وبيحقق اللي انتوا ما بتتوقعوهوش. وانا برضو من ثقافتي قبل ما انسى، بعتبر اي فرقتين يا محمد بيوصلوا لنهائي بطوله انا بعتبرهم البطل، ده امر بالنسبه لي مفروغ منه. ليه؟ انت وصلت للمحطه الاخيره،
قدامك فرقه لازم تجيب جون عشان تكسب. خلاص خلص الحدوته، وفي فرقه خلاص يعني ما عندكش فرصه ثانيه. التوفيق بقى عامل التوفيق يجي هنا يجي هنا. لو الاهلي كان ينقص التوفيق لانه فقط فقط لانه تعب واتمرن واجاد. واحلى جمله سمعتها من واحد قال لي لو الاهلي لعب بنفس الطريقه في ماتش الوداد هيكسب في المغرب. ده حقيقي، لان وصول دايما بنسمعها حتى كابتن جوهري ربنا يرحمه والكباتن الكبار قال ما دام بتوصل للمرمى كتير ده معناه ان انت صح، ولو ما جاتش دلوقتي هتجيب بعدين. بالظبط، كان دائم تكرارها دي. وبعدين من الصعب ان السيناريو يتكرر مرتين. يعني هرجع لك الحته وبعدين نجي لحته السيناريو دي. يعني انك انت فاكرين 6-1 بتاع الزمالك. الناس لحد النهارده مستنيه كل ما الاهلي يقابل الزمالك مستنيين انه يكسب 6-1. والزملكاويه مستنيين ان هم يردوا ويكسبوا 6-1. يا جماعه دي بتبقى حاجات طارئه. يعني حاجات وظروف ماتش. ظروف ماتش، ما ينفعش اجي النهارده انا عشان كسبت 6-2 وعملت رقم اضافته لمكتبه النادي الاهلي، اسعدت بيه جمهور النادي الاهلي ان انا مطالب الماتش اللي بعده ان انا اكسب 6. وليد ازارو الثلاثيه اللي جابها في الماتش اللي فات خلت النهارده يعني اعتقد ان حطت عليه ضغط اكتر. المدير الفني للوداد قال لهم يا جماعه الراجل ده ما يمسكش كوره، ودي حقيقه. لو كمان هو ابن بلدهم يعني عارفينه وحافظينه كويس قوي، ومع ذلك يعني انضرب وقع وكان هيجيب اجوان وكان هيجيب اجوان وما قصرش وكان له ضرب جزاء. خد بالك اللود اللي عليه كمان لما لو تفتكر رد فعله لما كان بيجيب الاجوان، لا ده حس الموقف وعايش الموقف، وبالتالي هو عايش الموقف موقف الجمهور اللي بينتظر منه ثلاثيه اخرى. النهارده التوقعات اللي قبل الماتش يقول لك هنكسب 3 او نكسب 4، وليد هيجيب جون او 2، ده بيوصله صعب جدا. وصعب خبراته برضه وقدام الدفاعات المغربيه اللي شفناها النهارده. وطبعا احنا عارفين الدفاعات دي بتبقى عامله ازاي، وانت قريتها قبل الماتش ما يبدا وقلت هيلعب بالطريقه الايطاليه، وده اللي حصل فعلا. يعني ضغط شويه ولما تمكن الشوط الثاني خلاص قفلها، جاب جون، قال لك كفايه جيب جون حتى لو خسرت 2-1. وما كانش قادر ان هو يضغط اكتر من كده استاذ خالد، لاني يعني من قرايتنا لكابتن حسين عمودة على مدار تاريخه سواء ما كان مع السد القطري او ما كان مع الدفاع الحسن الجديدي ما عندوش الاوراق اللي يستطيع ان يقدر ان هو يعمل اكثر مما فعل. هو لعب على امكانياته على فكره، وده هي امكانيات الوداد. الحقيقه كمان انه لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني ضغطوا جامد قوي، يعني افسدوا عليه جميع الهجمات المرتده. خد بالك اللعبه اللي هي شريف مسكها هي لعبه كانت قريبه، يعني عمليه الاختراق اللي من عمق دي كانت قريبه من الهدف الاول، ولكن ليست بالقوه وليست بالسرعه وليست بنفس الاداء والتقنيه زي ما بنقول. ليه؟ لانه لعيبه الاهلي ركزوا فيها قوي، قفلوا، بدليل ان الكره راحت ضعيفه جدا لانه اللعيب اللي لعبها كان مضغوط عشان لعيبتك كانت صاحيه وراحت سهله لايد الشريف اكرامي. لو انت اتفرجت على الشريط الشوط الثاني من ثاني هتلاقي جميع الهجمات المرتده انت تعاملت معاها 10 على 10. السرعات بتاعتك في الضغط لو كانت فرقه جزء من الثانيه وحد زائق الكره قبل منك في اكتر من مره، حوالي 7-8 مرات الكره بتروح، انت لاعبك بيجي مندفع بكل قوه وبيستخلص سواء وبيستخلص الكره سواء سعد سواء نجيب. نجيب صراحه واحد من نجوم اللقاء النهارده ما شاء الله عليه. نتكلم بقى نجيب برضو لازم نديله دوره النهارده، بيثبت انه واقف على رجله، وان الكابتن حسام البدري قرار صح انه يديله باستمراره في الملعب. لا هو كمان الكابتن حسام يعني كان عنده رؤيه في انه هو عارف ان لعيبه الوداد هو قرا اللعيبه غيرنا، يعني انا كنت بقول عايز احمد فتحي يلعب في نص الملعب، لا هو حس انه عايز يعمل ارتكاز اكتر من نص الملعب، فيقول لك لا اسيب رامي ربيع وعندي محمد نجيب ورا، بدليل انه لما حب يقلب الماتش سحب رامي ربيع عشان يحط فيرود تاني عشان يزود حلول واضغط تاني، ونزل حمودي فعلا عمل شغل. وهقول لحضرتك كمان ده يعني حاله اصابه وليد سليمان اثرت كثيرا في اوراق اللقاء. ده وليد كان لسه هيبدا ينطق ولسه يبدا يعمل الحركات الفشكله بتاعته اللي بيعملها في المنافسين. يعني هو اول ما نزل خد واحده لو تفتكر طبعا لما قلع الحذاء دي اللي هي بتاعت التهميد دي اللي احنا في لغه الكوره ان المدافع لما بيلاقي واحد حريف هو عارفه بيقوم جاي يضربه في الانكل على طول طبعا وقلعه جزم يعني طبعاً. حتى هو قلع الحذاء وباين دي بتاعه التهميد دي احنا عارفينها كويس قوي ان طبعاً. لا انت ما انتش هتعمل لنا الشغل بتاعك لا انت بتخليه بعد كده يجري على ازاز زي ما بنقول خلاص هو يبقى خايف يعني واتصاب وما سابوش الا لما برضه ايه اصيب وخرج. حتى في ناس بتقول لعب مصاب ليه؟ لا هو ما لعبش مصاب، ده لعب الماتش اللي فات ومفنش على اعلى مستوى،
ده هو اللي عمل السبرنت اللي جه منه الجون اللي هو كان بيجري في وسط اثنين. ده لا ده سبرنت. نعم. ودي مش سرعات وليد سليمان يعني. نعم. طيب انا برضه عايز اقول لمشاهدينا النادي الاهلي ان شاء الله هيسافر يوم الاربعاء المقبل حتى يستعد بدري للقاء الاياب ان شاء الله هيكون يوم السبت المقبل. النادي الاهلي وبعثته هتكون مسافره يوم الاربعاء باذن الله تكون بعثه موفقه وتعود بكاس افريقيا ان شاء الله كما حدث في رادس كما حدث في جروه كما حدث في كل الملاعب اللي النادي الاهلي كان بيحاول ان هو يروح يعود مره ثانيه ويعمل الكامباك او العوده اللي بتقلب الموازين على الكل. النادي الاهلي عودنا ان مفيش مستحيل وروح الفانلة الحمراء شيء لا نفقده ابدا. ان شاء الله اللقاء هيكون في العاشره من مساء يوم السبت المقبل باذن الله. اعتقد السبت ولا الحد الاول؟ يوم السبت ان شاء الله الساعه في تمام العاشره مساء يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس في المغرب. ملعب الوداد من الملاعب اللي برضه مش كبيره جدا هيبقى فيه احتشاد جماهيري زي هيبقى الى حد ما قريب من ملعب سوسه ولكن هو اكبر شويه من سوسه ودي برضه من الحاجات اللي جيده لفريق النادي الاهلي ولكن بدايه السفر مبكرا برضه شيء يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي انه خد القرار طبعا كابتن حسام بدري على راس هذا الامر انه يبتدي يستعد بدري على الرغم ان برضه المسافه قريبه جدا. انا حاسين ان البطوله ديت اتخذت سريعا سواء سيمي فاينل او فاينل خطفت ده في شهر واحد اربع ماتشات عمليه صعبه جدا ويفترض انك انت عندك ماتشات في الدوري يفترض ما فيش حد في الدنيا بيوقف ماتشات دوري الفرقه عشان تلعب بطوله افريقيا لكن هو احنا عايزين بقى يعني وده انا متاكد ان الكابتن حسام بيفكر فيه. الجون اللي جه فينا هي اللعبه اللي حاولوا يكرروها اكتر من مره بعد كده زي ما قلنا هم ما بيلعبوش غيرها فعلا. ايوه هم استغلوها هو استغل تقدم علي واتلعبت من وراها بسرعه راجل قطع عملها بعرض الملعب دخل الافندي بس خلينا برضه نقول حاجه هو استغل تقدم علي لان كان في فاول لازارو المفروض الكره تقف فيه يعني علي لم يكن متخاذلا كان في فاول لازارو كره بتاعت ما انا برضه عايز اقول للجمهور لان في اوقات كثيره جدا حتى في ناس من الزملاء ما كانوش واخدين بالهم ان كره ازارو فاول تمام يعني ما كانتش واضحه ولكن طبعا مداخلات الخبراء التحكيم معانا هنا في قناه النادي الاهلي وفي كل قناه الصراحه الاخرى عكس قناه واحده يعني المهم احنا بنتكلم على القوات المصريه ان هي ضربه جزاء صحيحه وايضا ان الكره بتاعه وليد ازارو اللي احرز منها الهدف فاول صريح جدا وواضح للنادي الاهلي. عموما زي ما بنقول ان هي الاخطاء طبعا وارده بشكل طبيعي جدا ما فيهاش مشكله لكن مطلوب ان شاء الله في التدريبه الاساسيه قبل الاهلي ما يسافر نشوف جمهوره رايح معاه زي قبل الترجي يقف معاه الوقفه اللي عودوا عليها اللعيبه في انتظارها والحسام البدري في انتظار التمرينه الاخيره بتاعه هتبقى ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله يعني خلاص النهارده السبت اعتقد ممكن يستريحوا بكره يا دوبك ياخدوا نفسهم اللعيبه بقى اللي لم تشارك في لقاء اليوم هيبقى عندهم تمرينه قويه غدا اللعيبه اللي لعبوا هيبقى عندهم تمرينه استشفائيه او هياخدوا راحة ثم الاثنين والثلاث. استاذ خالد الجمهور النادي الاهلي النهارده شيء لا يوصفه كلام ولا جمل. انا بصراحه خاصه بعد ما استقبلت النادي الاهلي الهدف وبعد ما انتهى المباراه نادوا على النادي الاهلي وسقفوا لهم وحيوهم كما لو كانوا فائزين. احمد الواحد لو كل يوم قاعد يتكلم عن جمهور النادي الاهلي مش هيزق فعلا. الجمهور تحسه انه جمهور مثقف مش جمهور كوره عفوي جمهور مثقف. الجمهور اللي بيقعد في المدرجات ده جمهور فعلا عظيم. اسمع كلامه داخل الماتش واسمع كلامه بعد الماتش اسمع تحليلاته سيبك من انك تتفق او تختلف معاه في التحليل الفني المتخصص لكن اسمع تعبيراته واسمع رد فعله لما دخل في الاهلي الجون فعلا مين بيعمل كده؟ اي فرقه اي جمهور في الدنيا بيلزم الصمت ولو ثواني. لا 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 ده جمهور يعني شكله يا اخي شكله حلو يعني جمهور شكله يفرح يخليك حابب انك تلعب يخلي تبقى نفسك تقول للمخرج يا سيدي خلي الكاميرا على الجمهور شويه لفها خلينا نستمتع بيه ادي الجمال لانه جزء من المباراه النهارده في شوف المنظر ده ايه ده؟ ده دي صوره ده تابلوه يا محمد والله العظيم تابلوه اترسم. لا بصراحه يعني انه ينادي على النادي الاهلي بعد انتهاء المباراة بهذه النتيجة
ويكون عنده ثقة ويشيد ب احنا عندنا تفاعلات بقى جمهور عبر كل الناس اللي في برج العرب والناس اللي في الجزيرة النهاردة، عملنا تغطية مميزة واشكر كل الزملاء الصراحة. يعني الكل يشيد بطريقة ولعب النادي الاهلي والكل واثق ان النادي الاهلي باذن الله سبحانه وتعالى. انت قلت جملة مهمة جدا دلوقتي بتقول ثقتهم في لعيبة النادي الاهلي، يعني نرجع بقى نقول ايه، انه النادي الاهلي او فرقه الكره في النادي الاهلي هي من تبث هذه الثقه في الجماهير بادائها بنتائجها بمستوياتها بعطائها بتحملها للمسؤوليات باحساسها بالمواقف بتحديها لاي صعاب بتقابلها. دي حاجه تحسب لفرقه النادي الاهلي. عشان كده معلش عايزك تستحملني في اللي انا بقوله ده. انا عندي امل، عندي امل كبير جدا وعندي ثقه في الاهلي بلا حدود حتى الدقيقه 94. لدرجه النهارده لما بدا الوقت الضايع يحتسب فحارس المرمى مع دقيقه 90 وقع، فانا استفزيت جدا، خد حوالي دقيقه، فواحد جنبي بيقول لك يا عم ما احنا بقى لنا 90 دقيقه ودخلنا في اخر 4 دقائق هي دي. قلت له يا سيدي ده النادي الاهلي، بالنسبه لي ده النادي الاهلي ما عندوش وقت، النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها دقيقه 90، النادي الاهلي عنده لحد صفاره الحكم. نعم، دي من المميزات اللي بتسعدك وانت بتتفرج على النادي الاهلي. فبقول لك عندي طموح وعندي امل، بس عايز اقول لجمهور النادي الاهلي مش معنى ان لو لا قدر الله ما الاهلي ما حققش الاعجاز اللي معودكم انه يحققه ده ليس فشل ولا تراجع ولا سقوط ولا رسوب، لا، البطل بطل والاهلي بيعاني والاهلي في مرحله صعبه جدا. وعلى فكره برضو ممكن اقول جمله قلتها قبل كده حتى والاهلي كسبان، بقول الاهلي لسه محتاج دعم، محتاج لعيبه ومحتاج القايمة بتاعته تزيد. أستاذ خالد، الفترة اللي جاية نادي الأهلي محتاج دعم من جمهور، من إعلام، من الكل خلف الشعار الأهلي فوق الجميع طبعا، حتى يأتي إن شاء الله بالبطولة. وده أنا متأكد منه على فكرة، ومش هدي فرصة لأي حد يعتقد أنه في حد شمتان خالص، يعني عشان في حد عمال في ناس متوقعة أن يبقى في شماتة، لا، هذا الأمر بالنسبة لي مرفوض تماما، لا يوجد شامت في خسارة النادي الأهلي، لأن احنا متفقين يا محمد على أن كل أبناء النادي الأهلي محترمين ومش هيقبلوا أن الأهلي يخسر الجميع دائما وأبدا، وإن شاء الله يعود بالبطولة من المرمى. أستاذ خالد العاشي في نهاية حواري أشكر حضرتك، شكرا جزيلا نورتين النهاردة، شكرا ليك الأهلي. وإن شاء الله من نجاح لنجاح بإذن الله يعني. بإذن الله. قبل ما أختم مع حضراتكم مشاهدينا هذكركم بشيء قاله الكابتن حسام البدري في مؤتمر الصحفي في تونس، وعسى أن تكرهوا شيئا. نادي الأهلي قادر بإذن الله أن يعود من المغرب بكأس البطولة. تسعى يا أهلي، أفريقيا كلها تنتظرك بإذن الله وأنت عائد بالبطولة. ملايين وملايين ملايين من عشاق الفانلة الحمراء وعشاق النادي الأهلي الكل يدعمك، وعليك أن تأتي بالبطولة بإذن الله بمجهودك بفنياتك باستراتيجياتك ودعم الكل. الكل سيدعم شعار الأهلي فوق الجميع. ده آخر شيء أقوله لحضراتكم حتى ألقاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي آنساتي سادتي، أطيب التمنيات من استاد القاهرة، واليوم هنا لقاء العودة ومشاكل